وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أحمد الله وأشكره وأستغفره وأسأله المزيد من فضله ورحمته، إن ربي جواد كريم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، حياكم الله في هذا البرنامج، برنامج لبيك، الذي تنظمه وتعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، مشكورة توعية لحجاج بيت الله الحرام. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتناول موضوع التربية والحج. ما علاقة التربية بالحج؟ نقف في هذه الحلقة وقفات تدل على عظيم منة الله سبحانه وتعالى على عباده بأن شرع لهم الحج. لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، وله جل في علاه تعالى الله سبحانه وتعالى حكما قد لا تدركها العقول في تشريعه سبحانه وتعالى. وإلا لماذا يأتي الناس إلى هذا المكان؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قال الله ليشهدوا منافع لهم. ما هي هذه المنافع؟ وما الذي يحصل عليه الحاج بعد حجه؟ هذا ما سنقف معكم بعد أن نستطلع وإياكم هذا الاستطلاع، ونشاهد وإياكم هذا الاستطلاع. لبيك. الدين الإسلامي بعلمنا كيف نربط بين كيف إنه إحنا التنظيم، كيف إنه إحنا بنروح بلبس واحد، كيف إنه بنتقيد من انتقال من مكان لمكان، الروح الواحدة، الصبر، إنه كيف نصبر، إنه ما نتعدى تعليمات حددنا لنا الله سبحانه وتعالى ورسوله، الواجبات اللي ممكن تبطل حجنا في حالة عدم التقيد. فهذه كلها تربية الإنسان والتعليمات يأخذها أصلاً قبل ما يروح أو يتوجه للحج. تربية هي أساس إنشاء جيل لخدمة المجتمع والقيام بالطاعة. بالحج أنت تشوف الصبر وتشوف المسلمين تكاتفهم مع بعض، تشوف المسلمين من كل أنحاء العالم، مختلف اللغات، مختلف الألوان، يحتاج له صبر كمان بأداء المناسك. التربية نفس الشيء، يحتاج لك صبر، يحتاج لك أنك تكون يعني آدمي واعي. يعني إذا كان الواحد متربي تربية صالحة يعني بيعرف معاني الحج، بيتأثر بالحج وهو صغير. طبعا بالنسبة للحج يربي طبعا ينمي الصبر، تربية النفس، وعلى التعاون، وعلى أيضا الأخوة، وعلى أيضا تحمل المشقة، نعم، وعدم أيضا التلفظ بألفاظ نابية، وعلى حقيقة على التعاون أيضا. هذا أهم شيء حقيقة في الحج. لبيك. حياكم الله أيها الإخوة من جديد في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن التربية، بعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع عن ما علاقة الحج بالتربية. التربية يجب أن نعرف أن المقصود بالتربية هي زيادة للإنسان، لأن الربوة كما يقال في المكان المرتفع، الربوة هو المكان المرتفع لأنه زائد، فكذلك التربية زيادة، يحصل الإنسان على أشياء زائدة. الحج
يجعل الإنسان يستفيد وينتفع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع. يزيد، قال الله سبحانه وتعالى في ثنايا آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما الذي يتربى عليه الحاج في حجه؟ أول أمر يتربى عليه الحاج هو أنه يزداد إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ويزداد عبودية له. أصل مشروعية الحج لما أن إبراهيم بنى البيت أصله لتوحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين. فأصل مشروعيته هو توحيد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أن أهل وأحرم، أول ما أحرم أهل بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك. نعم، الحج يزيد من إخلاص الإنسان، يزيد من توحيده. ما شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة إلا لتحقيق هذا الهدف وهذا المبدأ العظيم وزيادته في قلوب الناس محبة لله ورغبة له ويقينا بما عنده وتوكلا عليه. وإلا فلماذا يترك الإنسان وطنه وأهله وأحبابه ويتغرب ويأتي؟ لماذا؟ لأي شيء. إنما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد ما عند الله، يزداد يقينه بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور، وأنه جل في علاه هو النافع وهو الضار. فهو لا شك الحج يزيد في توحيد الإنسان. مما يتربى عليه الإنسان في الحج وهذا مهم: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كثيرا ما نلحظ على الحجاج أنهم يحرصون ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كيف صنع. ولهذا بعضهم يسأل عن أشياء دقيقة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دقائق من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور. لماذا لا تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلم في الحج وغيره؟ الحج يربيك على هذا الاتباع. إذا كنت حريصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المناسك وفي هذه الأشياء اليسيرة، فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤون حياتك. مما يربي عليه الحج أيضا زيادة المراقبة لله سبحانه وتعالى، خاصة عند فعل شيء من المحظورات. ولهذا تجد الحاج عند فعله شيء من محظورات الإحرام إذا أخطأ يأتي ويسأل: أنا لم أشعر وعند النوم غطيت رأسي، أو لم أشعر فسقط من شعري شعرات. كل هذا يذكي في الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى. مراقبة الله وخشيته هي المقصود، وتقواه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آيات الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأمر الله سبحانه وتعالى بتقواه. مما يستفيده المسلمون بالحج ويتربون عليه مبدأ الوحدة، وهذا أمر عظيم ينبغي لأهل الإسلام أن يستثمروه وأن يعرفوا قدره. هذا الاجتماع الهائل العظيم للمسلمين، أكثر أو قرابة 3 ملايين من المسلمين يجتمعون في مكان واحد، قد ذابت بينهم كل الفوارق، لا فرق بينهم في لباسهم، لا فرق بينهم في توجههم، لا فرق بينهم في قولهم، كلهم سواء، كما قال الله سبحانه وتعالى في توجههم لهذا البيت: سواء العاكف فيه والباد. هم سواسية في الواجبات والحقوق،
ولهذا ينبغي للمسلمين أن يعرفوا هذا المعنى. يجتمع في الحج 3 ملايين مسلم كلهم يقفون موقفا واحدا ويلبسون لباسا واحدا ويتجهون لرب واحد ويتجهون لقبلة واحدة ويتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم. أي معنى لهذه الوحدة؟ وحدة في الشعائر والمشاعر والهدف والقول والعمل. هذه الوحدة العظيمة التي تذوب معها كل الفوارق، لا فرق بين غني وفقير ولا ملك ومملوك ولا وزير وحقير ولا قوي ولا ضعيف، كل هؤلاء بلباس واحد يدعون ربا واحدا ويتجهون باتجاه واحد. هذا المعنى العظيم ينبغي أن ينتج عنه ما أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من التواد والتراحم والتعاطف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا الحج فرصة لأن يزيل العزلة الشعورية التي هي بين المسلمين، فيشعر المسلمون بآمال وآلام إخوانهم في كل مكان من الأرض، مما يتربى عليه المسلم، وهذا شاهدناه في الاستطلاع الذي قبل قليل، التحمل في الحج والصبر. ولعلنا نقف مع هذا الاستطلاع عن ما علاقة الحج بالصبر، ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك. الرابط من الحج والصبر أنه يعني في الحج الواحد يعني أنه لا يعني يصبر أنا ارتكاب الذنوب وهذا، فلين ما يكمل حجه ويكون كانوا كأنه كما ولد، يعني كانوا مولود من جديد. يعلم الناس الصبر ويعلم الناس التحمل، وهذه من أسباب يعني التربية، يعني الواحد يتعلم في التربية الصبر والتحمل والأشياء هذه يعني. وقوة التحمل في الحج أنك واحد يصبر على الحرارة وعلى الشمس، وقوة التحمل في الحج يعني، وتعدد السكان أنه جاي من عدة مناطق يعني من مختلف المملكة ومختلف الدول العربية والأوروبية كمان يعني. الرابط بين الحج والصبر يعني الحج يعتبر زي الجهاد، فيبغى له صبر ويبغى له قوة ثبات في المكان، تمام، مع الزحمة مع الناس اللي بتشوفها حوالينك. هو بالنسبة لي الرابط ما بين الحج والصبر ان الصبر احد عوامل مهمة جدا في موضوع الحج، يعتبر رابط رئيسي. لو انت ربنا اكرمك في سيرة الحج وصبرت بسرعة كويسة ربنا بتقبل منك الحج، فيعتبر ان هو عامل رئيسي من الحج. لبيك. نعم أيها الإخوة، الحج مدرسة الصبر، الحج هو مدرسة الصبر، والصبر من أفضل المزايا التي تكون عند الإنسان إذا وفق إليه المسلم. لهذا جاء في الحديث: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ويقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. والله سبحانه وتعالى أرشد إليه كما أرشد إلى الصلاة، فقال: استعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا قال العلماء: جعل الله سبحانه وتعالى الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يثلم ولا يهدم. الصبر يظهر بمعانيه الثلاثة، لأن الصبر كما قرر أهل العلم 3 أنواع.
صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، الحاج عندما يصبر في تحمله وأدائه لهذه المناسك ويحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواقف التي وقفها، إنما هو يصبر ويتعلم ويتربى على الصبر، الصبر على الطاعة. والحاج عندما يترك المحظورات التي تشتهيها نفسه، الطيب واللباس وغيرها من الأشياء التي يرغب فيها، ويصبر عنها، فإن هذا يعوده على الصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى في كل وقت. أيضا، وهذا الذي ذكره أكثر الإخوة لما سئلوا عن علاقة الحج بالصبر، يعود الحج فعلا على تحمل المشاق وعلى الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. لأن الحج كما ذكر الإخوة في الاستطلاع نوع من أنواع الجهاد. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا نجاهد، قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والحاج بحاجة إلى هذه الخصلة، خصلة الصبر، خاصة الحاج بحاجة إلى هذه الخصلة. لماذا؟ لأنه يعرض له مشكلات ومشقات وتعكر أحيانا في الطريق، وربما فوات رفقة، وربما أحيانا يحصل ضياع أو فقد لبعض أقاربه أو بعض أهله، أو شيئا معه أن يفقده جزءا من الوقت. هذا لابد أن يتحمل الحاج ويصبر ويعود نفسه على الصبر الذي هو رتب الله عز وجل عليه الأجر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، على قدر نصبك يعني التعب، وعلى وقدر نفقتك. لكن المقرر عند أهل العلم أنه ليست المشقة، يعني لا يفهم من هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن لك من الأجر على قدر نصبك ومشقتك، لا يفهم منه أنه كلما كانت العبادة أشق وأكثر تكاليف كلما كانت أكثر أجرا. الصحيح أنه إنما يختلف الأجر بما في القلوب من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص، فكلما كان العمل خالصا كلما كان أكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى. لكن المشقة والكلفة التي تحصل عن غير قصد للإنسان، يعني لا يتقصد الإنسان المشقة والتعب والتكاليف التي تحصل عن غير قصد للإنسان، هذه المشقة والتعب ربما تكون عنوان ودليل على ما في القلب من الإخلاص، فيتحمل الإنسان المشاق ويتحمل نفقات ويتحمل أشياء كثيرة لأجل تحصيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. هذا الصبر الذي جعله الله سبحانه وتعالى مطية لعباده المؤمنين لتقوية إيمانهم وتقوية قلوبهم وتقوية دينهم، جعله الله سبحانه وتعالى واضحا وسمة واضحة في الصبر في الحج، جعله الله سبحانه وتعالى سمة واضحة في الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.